Our lesson about verbs part 2. النهاردة هنشرح على الأفعال، بس إمتى بتيجي في الجملة أو شكلها بيبقى موجود فين في الجملة وموقعها إزاي فيه. تعالوا بينا نشوف. أول حاجة الverb عموما بيجي بعد البرونونز، يعني بعد الضمائر. أنا عندي الضمائر كام؟ 7 ضمائر. إيه هما؟ ال I وال U وال We وال They وال He وال She وال It. تمام كده؟ طب ال7 ضمائر بتاعتنا دي يبقى في منهم 4 بيجي بعديهم الverb زي ما هما، زي ما هو بالظبط. يعني الأربعة دول زي الـ I والـ you والـ we والـ they، وأنا بغمض عينيا لازم أعرف إن الفيرب اللي جاي بعديهم على طول بيكون زي ما هو في شكله، ما بيتغيرش. تمام كده؟ يبقى شكله زي ما هو، وبنسميه الإنفينيتيف أو الفيرب في المصدر. طيب أما الـ he والـ she والـ it دول عشان الإخوات أشقية بيبقوا مع بعض في كل حاجة، فطبعين شوية بيبقوا عايزين تحابيش بعد الverb. يعني ايه؟ يعني بيقولوا للverb احنا مش عايزينك كده لوحدك، احنا عايزين كمان شوية تحابيش تتحط معاك عشان تكون معانا في الجملة. ايه التحابيش دي؟ زي الاس او الاي اس او الاي اي اس. تمام كده؟ طب ازاي بقى؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجة احنا قلنا الاي واليو والوي والذي بيخلوا الفعل زي ما هو، بيقولوا له احنا طيبين معاك جدا وهنخليك اللي انت زي ما انت، مش هناخد معاك حاجة تانية. زي مثلا بنقول اي بلاي فوتبول، انا بلعب كرة القدم، او يو بلاي فوتبول، انت بتلعب كرة القدم، او وي بلاي فوتبول، نحن نلعب كرة القدم، او ذي بلاي فوتبول، هما بيلعبوا كرة القدم. طب دلوقتي احنا قلنا الهي والشي والات لازم تحت حبيش زي الاس او الاي اس او الاي اي اس. لازم الاس او الاي اس او الاي اي اس بيجوا مع التلاتة دول بس، مش اي كلمة في البريزنت سامبل او في المضارع اي فيرب في البريزنت سامبل نحط له اس او اي اس او الاي اي اس. امتى نحط له؟ لو مع التلاتة دول بس. طب امتى بحط الاس؟ باي فعل عادي. يعني هنا مثلا هي بلايز فوتبول، هو بيلعب كرة القدم، حطيت اس بس. تمام كده؟ طب امتى احط الاي اس؟ زي مثلا هنا she watches TV، احط الاي اس في حالات الاتية، لو الفعل ده اخره اس اتش زي wash اللي هو معناه يغسل، او اخره سي اتش، او اخره اس، او اخره او، او اخره اكس او زي. يبقى عندي كده الافعال امتى يجي بعديها الاي اس على طول لو ابص على اخر الفيرب او ابص على اخر الفعل. هل يا ترى اخره الحروف اللي انا قلت عليها دي؟ طيب كده ولا لا؟ زي watch هتبقى ايه؟ watches. زي go هتبقى مع الهي والشي والات تبقى goes. تمام كده؟ والافعال تانية كتير. تمام؟ امتى الفعل بقى بنضيف له اي اي اس؟ امتى الفعل بضيف له الاي اي اس؟ بضيف الفيرب اي اي اس في حالات الاتيه، لو الفعل ده اخره حرف الواي، يعني ابص على اخر الفعل، لو لقيت الفعل ده اخره حرف الواي وقبل حرف الواي حرف كونسونت او حرف ساكن، بعمل ايه؟ بشيل الواي واحط بدلها الاي اي اس. طب تعالوا بينا نشوف. هنا بيقول لي it flies in the sky، إنه يطير في السماء. ها flies دي أصلها إيه بقى؟ أصلها fly. طب ليه حط الـ IES هنا؟ عشان حاجة واحدة، هي أصلها هنا، هكتبها تاني، أصلها fly، حط الـ IES بدل الـ Y. ليه؟ عشان اولا فلاي دي جت مع الات، فلازم احط يا اس يا اي اس يا اي اي اس. طب ليه حطيت الاي اي اس؟ عشان اخرها حرف الواي. بس كده عشان اخرها حرف الواي؟ لا، ده انا كمان حطيتها عشان حاجه تانية. عشان ايه؟ عشان كمان حرف الواي قبله حرف كونسونت او حرف ساكن هو حرف الال. طالما حرف الواي اخره حرف الال، بعمل ايه بقى؟ اهو حرف الواي لو اخره حرف ال او اي حرف ساكن، بشيل الواي زي ما انتم شايفين واحط بداله الاي اي اس. ده الزمن عموما البريزنت سامبل المضارع البسيط.
تمام، ولسه هنشرحه باستفاضة أكتر إن شاء الله في البارت 2 الموجود في الكتب. أشوفكم على ألف خير ومع سلامة الله.